فيما يتعلق بالسؤال الذي جاء حول فحص العذرية ودعوة الأمم المتحدة إلى إلغاء هذا النظام، أود التأكيد على أمرين أساسي. المغرب أقر في سنة 2004 في إطار مدونة الصحة مدونة الأسرة أقر اعتماد شهادة صحية كوثيقة من وثائق الزواج، وفي مارس 2004 صدر قرار مشترك لوزير العدل ووزير الصحة جريدة رسمية آنذاك في مارس 2004 ينص بوضوح على أن الشهادة الصحية المعنية هي شهادة لا تظهر أي علامة لمرض معدي، يعني يتعلق الأمر بالأمراض المعدية، شهادة تقول لا يظهر على متقدم الزواج مرض علامة تدل على مرض معدي، هذه شهادة ليس هنالك تمييز بين الزوج والزوجة حولها، يعني كلا طرفين ملزم بتقديم شهادة صحية يقول أنه غير مريض بمرض معدي كشهادة صحية. أما شهادة فحص العذرية فلا يوجد أي إطار قانوني يلزم بها أو يتحدث عنها. الشهادة الوحيدة التي تحدثت عنها مدونة الأسرة وصدر القرار المشترك بين وزير العدل ووزير الصحة حولها هي الشهادة المرتبطة بالأمراض المعدية، والزوج والزوجة معا ملزمون بالإدلاء بها، لأن الأمر هنا يتعلق بالحقوق للإنسان، ولهذا النص جاء بوضوح كالتالي: أن الشهادة التي يسلمها الطبيب جاء فيها لا تظهر عليه علامة لمرض معدي. لهذا بعض الجرائد التي تحدثت في الموضوع أو بعض المؤسسات، وهذا الأمر نواجهه مع منظمة دولية، عندما تقول بأن عندكم أمر نقول لهم أعطونا الأساس القانوني عن وجوده، ما هو موجود؟ يعني لأنه أحيانا يقول ينبغي أن تلغي أمران، طيب ألغي ماذا؟ المغرب لا يتوفر ولا يوجد فيه أي نظام قانوني يقضي بشهادة فحص العذرية، غير موجود. كاين هذا النظام اللي هو ديال مدونة الأسرة، وأنا هذا اليوم تحدثت مع السيد وزير الصحة ومع السيدة وزيرة الأسرة في الموضوع، والأمر يتعلق بشهادتهم الأمراض المعدية عدم الإصابة بمرض معدي، ويتعلق الأمر بالطرفين معا حتى يكون القرار الذي يتخذ للزواج على بينة فيما يتعلق بالأمراض المعدية.